عزيزي المواطن الفلسطيني، عزيزتي المواطنة الفلسطينية، سمعنا الكثير عن دور الشركات الأمنية الخاصة في العالم. ماذا تعلم عن عمل هذه الشركات في فلسطين؟ عزيزي المواطن الفلسطيني، هل تعلم بأنه من الضروري أن تلتزم الشركات الأمنية الخاصة عند عملها في المناطق المختلفة بالآتية؟ أولاً، زي خاص لموظفيها، ويشترط ألا يكون مشابهاً لزي قوى الأمن الفلسطيني أو للزي المعتمد لجهات أو لشركات أمنية أخرى. ثانياً، شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر. ثالثاً، بطاقات إثبات شخصية. مع تحيات مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.